تعد مهنة التعليم منذ أقدم العصور من أهم المهن وأكثرها وقعاً على البشرية، فهي تساهم في تنمية الأخلاق وتعزيزها، إضافة إلى المساهمة في تطور الفكر والثقافة عبر الأجيال. فعلى مقاعدها يتربى الطبيب والمهندس والعالم، ولأجل هذا يحتفل العالم بيوم المعلم تكريماً له. يحتفل باليوم العالمي سنوياً منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في عام 1966، والمتعلقة بأوضاع المعلمين واعترافاً بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل التعليم والتنمية. في سوريا يتم الاحتفاء سنوياً بيوم المعلم، فالمعلمون أصحاب الرسالة المقدسة، هم بناة الأجيال الحقيقيون، لأنهم يبنون الإنسان الذي هو ركيزة المجتمعات وأساس تقدمها، وذلك تقديراً لجهودهم، حيث اعتمد من قبل وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ثالث خميس من شهر آذار من كل عام يوماً لعيد المعلم العربي كعطلة رسمية. وفي هذا اليوم نقول لكل المعلمين كل عام وأنتم الشمعة التي تضيء درب الأجيال، كل عام والعطاء يبقى عنوانكم.